عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة. الفرجة هي الكوة التي تكون في الجدار بما يشبه الفتحة، كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهاه. هذا الفعل، هذا الرجل، يدل على أنه قصد هذا المكان وخصصه بالدعاء، فما كان من علي بن الحسين إلا النهاه. فقال: ألا أحدثكم؟ ألا أداة تنبيه، وأداة التنبيه يراد منها التوكيد، ويراد منها في نفس الوقت التنبيه، وهو تنبيه المخاطب إلى أن يسمع ما يقال بعدها. ثم قال: أحدثكم. أحدثكم جاءت الصيغة هنا بصيغة الجمع، فإن المخاطبة جمع هنا، فلعل علي أراد أن يبين لهذا الرجل ولمن حضر من أصحاب علي، ولا يكون هناك تعارض في قصة الحسن ابن الحسن، فإن الخطاب هناك لشخص واحد، وهنا الخطاب لجمع، لأن بعض الشراح قال إن هذا الرجل بين في رواية أخرى وهو سهيل بن أبي سهيل. لكن مما يدفع هذا أو مما يجعله بعيدا أمران: الأمر الأول أن المذكورة في القصة السابقة ليست واقعة في أمر الحسين، وإنما في أمر الحسن، ولأنه هناك ورد بصيغة الإفراد وهنا بصيغة الجمع، دل على أنهما قصتان مختلفتان، بدليل أن الفرجة لم تذكر في قصة الحسن، وكونهما قصتين أبلغ من أن تكون قصة واحدة تثبيت هذا الأمر وتعدده. ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي. من هو أبوه؟ الحسين. عن جدي. من جده؟ علي بن أبي طالب. والعجب أن هذا السند كله راجع إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، عن علي، عن أبيه الحسين، عن جده الذي هو علي بن أبي طالب، عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يقرر ما سبق من أن هذا الأمر كان منهيا عنه في آل البيت وفي المدينة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. وهناك: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تتخذوا ولا تجعلوا، كلاهما فعلان يتطلبان مفعولين. قال: ولا بيوتكم قبورا. وقد مرت معنا هذه الجملة: وصلوا علي. قال: وصلوا علي. هنا أمر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قال: فإن تسليمكم، هذه العلة، فإن تسليمكم، لم يقل فإن صلاتكم، قال صلوا علي ثم قال فإن تسليمكم، كان من مقتضى الكلام أن يقول وصلوا علي فإن صلاتكم، مثل ما مر معنا في الحديث السابق، لكنه قال هنا فإن تسليمكم. نقول: هناك ما قد يسمى عند البلاغيين ما يسمى بمسألة الطي والنشر، والطي والنشر من علم البديع، والطي والنشر هو أن يذكر متعدد ثم يذكر ما لكل واحد من غير تعيين، ليفهم السامع بنفسه ما لكل واحد ما يخصه. فلعل هذه الجملة تكون داخلة تحت الطي والنشر، وذلك لأن كل كلمة تدل على الأخرى، ولا شك أن هذا من البلاغة بمكان. فبدأ أن يقول وصلوا علي وسلموا عليه، فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أينما كنتم أو حيثما كنتم، ذكر الصلاة ثم ثنى بذكر التسليم، فيكون ذكر الصلاة دالا على التسليم باعتبار ما بعده وهو فإن تسليمكم، ويكون التسليم دالا على الصلاة باعتبار ما قبله. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وخلاصة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم سد جميع الأبواب التي تفضي إلى الشرك.